هو فين؟ ما رضيش يستنى وصاب لحضرتك صندوق وخد عربيته ومشي. ما قالش حاجة قبل ما يمشي؟ قال إن الصندوق فيه هدية من حرب لسعادتك. هدية؟ فين الصندوق ده؟ في المكتب سعادتك. استنى! أنت هتعمل إيه؟ مش لما نعرف الصندوق فيه الأول؟ محمد افتح الصندوق ده افتحه على مهلك بالراحة بالراحة ايه ده كله ايه ده كله كل دي فلوس شو قلت لك يا باشا انها عملية خردة كبيرة قوي عملية خردة بكل الفلوس دي ده عربون يا باشا العملية بعشرة آلاف جنيه اللي قدام سعادتك ده عربون ده عربون لعملية خردة؟ بعشرة آلاف جنيه وبعشرين يا باشا وبخمسين وبمية كمان يا باشا البلد مليانة خردة وزي ما في شغل على صغير في شغل على كبير لمؤاخذة واحنا بقى باشا عايزين نلعب في الكبير ولا انت سعادتك ضد ان الواحد يحسن حالته ولا ايه؟ هرز الشنطة دي بالفلوس اللي فيها رؤوف وخد الأفندية دول نزلهم الحجز بعيد عن قبضايا ورجالته طب لما اخذ حجزي ليه يعني يا باشا؟ ده احنا المجني عليه مش الجاني يعني النيابة يا حبيبي هي اللي تقول مين الجاني ومين المجني عليه خدهم يا رؤوف ياخ بتقالي نتصل بعد ليه مش كده؟ ايه؟ بتقول ايه؟ معقول يا انتر؟ طيب طيب انا ابلغ الباشا بعدين اكلمك مين اللي كان بيكلمك عدل؟ ده انتر ايه؟ في اخبار جديده؟ بيقول البضاعة وصلت وصلت؟ وصلت امتى وفين وازاي؟ بيقولوا ان اتصلوا بيه من موقع البومات قالوا له انها وصلت عنتر اتاكد من الحكايه دي لسه مكلمني ومع عزام ومين اللي وصلها؟ حربي؟ لا يا باشا لا حربي ولا زين اللي وصلها ولد بيشتغل معاهم اسمه بركه ومعاه واحد تاني معرفش اسمه واضح ان العيال دي بتفكر كويس قوي كانت عاملة حسابها لكل حاجة كانوا مرتبين أوراقهم ترتيب جامد جدا عدلي رشوان مع عنتر وعزام في الموقع لا يا باشا ما كانش فيه غير عنتر وعزام وبس عدلي اتصل بعنتر خليه يشون البضاعة زي كل مرة اتصل بعزام خليه يبلغ الموزعين يجي يستلموا البضاعة ويدفعوا تمنها طوالي الجماعة بتوع تركيا قلوا قوي مش عايزين نتأخر عليهم أكتر من كده أمرك يا باشا عدلي أنا عايزك تعرفني الولاد اللي هم حربي وزين دول فين دلوقتي اسأل في المشرحة في المستشفيات في كل أسامي البوليس في الداخلية كلها في كل حتة يا عدلي في كل حتة لازم تعرف للولاد دول فين دلوقتي ما بيردوش برضو انا خايفه قوي على زين يا سلام على زين بس وحرب لا يعني لا طبعا اكيد خايفه على الاثنين ونفسي افهم ايه اللي لمهم على عنتر وعزام وايه اللي بينهم بالظبط وحكايه البضاعه والعربيه كمان اللي اتحرقت دي كمان والنبي يا اختي ما انا عارفه انا هنزل الحته بكره من النجمه اسال عليهم واشوف اخبارهم ايه انا هروح ارجع العربيه انت اول ما تشوف حرب وزين قول لهم اتصلوا بيا طمنوني
ترى انت فين يا حربي بتوزين؟ احنا كملنا كملنا ومال وجع القلب ده؟ يا رب يا رب رجعهم بالسلامة، رجعهم لي بالسلامة يا رب، انا ماليش غيرهم. ألو، أي عدلي بيه؟ ثانية واحدة حضرتك. نعيم بيه، عدلي بيه على التليفون. طب حوليه على خط ثلاثة. حاضر. أي عدلي، إيه الأخبار؟ حرب وزين البوليس قبض عليهم امبارح وتحقق معاهم في سرايا النيابة النهاردة. هم قالوا حاجة؟ قالوا إنهم كانوا رايحين يعينوا مخازن الخردة، وقبضايا ورجالته طلعوا عليهم كانوا عايزين يقتلوهم. واللي اسمه قبضايا ده فين دلوقتي؟ محبوس 4 أيام على ذمه التحقيق. طرطش باي كلام قدام النيابه؟ لحد دلوقتي لا، لكن لو حولوا قضيته لجنايات الله اعلم هيقول ايه. يبقى مش لازم القضيه دي تتحول للمحكمه عدلي. واللي اسمه قبضايا ده مش لازم يتكلم. اظن انت فاهمني كويس. فهمك يا باشا. اعتبر الموضوع ده منتهي. اي اوامر تانيه؟ اتصل بالجماعه قول لهم ان انا عايز اقابلهم هم الثلاثه اللي لادي عندي في المزرعه، واكد عليهم يا عدلي، وخصوصا رشوان. الثلاثه يكونوا عندي اللي لادي، عنتر وعزام ورشوان. ازيك يا دنيا؟ بركة، حربي وزين فين؟ مش عارف. مش عارف. مش عارف؟ يعني ايه مش عارف؟ يعني هما مرجعوش من امبارح بالليل؟ وانتش عرفت ان هما خرجوا امبارح؟ اديني عرفت وخلاص بقى، ما تسألش كتير. لوك 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 لوك، رد عليا طمني، هما فين؟ معرفش يا دنيا، معرفش. من ساعة ما خرجوا ما رجعوش. يعني ايه؟ طيب يعني ما تعرفش ممكن يكونوا راحوا فين؟ بركة يا بركة. المعلم بركة يا بعف. عايز ايه؟ معلمة شرح وصلت وبتسأل عليك. طيب انا جاي معاك اهو. اعرف. استنى يا بركة. يا بركة والنبي ما تخبي عليا، انا قلبي حاسس انك عارفهم. ما فيه يعني معقولة يخرجوا من سواد الليل ما تبنلهمش شمارة لغاية دلوقتي؟ ما هو ده اللي حصل يا معلمة. ما حاولوش اتصلوا بيك؟ انت ما حاولتش تكلمهم؟ لا حاولت، بس تليفوناتهم هم الاتنين مش شغالة. طب بفكرك كده معايا، تفتكر راحوا فين؟ مش عارف. ربنا يجيبهم بالسلامة. يا خيبتي.